نروح للدوري الإسباني، الدوري الأكثر سخونة هذا الموسم. خلاص المراحل الأخيرة أو المرحلة الأخيرة، مرحلة الحسم. خلاص الريال في الصدارة برصيد 90 نقطة، برشلونة 87، وباقي مباراة، باقي جولة. من يفوز بالدوري الأسباني سيتحدد غدا. أحمد، شايف هذا الأسبوع في الدوري الإسباني الريال كان قدامه ماتشات، الكل كان منتظر تعثر ريال مدريد امام اشبيلية، منتظر تعثر ريال مدريد امام سيلتا فيجو، ولكن السي ار 7 لما بيفوق طبعا كريستيانو رونالدو، ومع زين الدين زيدان الريال في المسار الصحيح جدا. واللي اشعل المنافسه واللي خلانا لغايه النهارده بنتكلم على الدوري الاسباني كاجمد صراع قمه في اوروبا هي مباراه الكلاسيكو. مباراه الكلاسيكو كانت فارقه بصراحه، هدف في الدقيقه يعني في الوقت بدل الضايع حول مسار المنافسه تماما. كان زمان النهارده ريال مدريد بيحتفل باللقب، كان هيبقى متفوق في المواجهات المباشره ومتفوق كمان في النقط، فكان حسم الدوري من قبل نهايته باسبوعين. فدي قيمه اللعيب الكبير وقيمه النجوم الكبار، ان هدف في الوقت بدل الضايع خلى المنافسه موجوده لغايه اخر اسبوع، وان كانت فرص ريال مدريد اكبر. لكن مالاجا خصم يعني بلغه الكوره رخم، يعني مالاجا كسب برشلونه، كسب سيفيا 4-2، بيعرف يلعب مع الكبار على ارضه، عنده عناصر كويسه جدا. ف ريال مدريد طبعا فرصه كبيره جدا جدا، لكن مش مضمونه، خصوصا له سوابق اكتر من سابقه، خسر الدوري بشكل درامي في اخر اسبوع منهم سنتين ورا بعض في 92 و93 قدام خصم متواضع جدا هو تنيريفي. برشلونه كسب في نفس الحاله، شبيهه جدا للحاله اللي بنعيشها دي، كسب الدوري في اخر اسبوع في سنتين ورا بعض، فاكيد ده موجود في اذهان ريال مدريد طبعا. طيب محمود، الريال يذهب الى مواجهه مالاجا منتعش، سي ار 7 في افضل حالاته، ولكن الموضوع بالنسبه لمالاجا هو له ابعاد سياسيه. انت تعلم ان مالاجا من الجنوب ومدريد هي يعني نادي العاصمه او النادي الملكي، نادي الملك، وبيبقى في ابعاد سياسيه ايضا في هذا اللقاء، بيبقوا دايما في نديه، بيحبوا يثبتوا نفسهم امام ريال مدريد. شايف المواجهه ممكن تبقى ازاي، خاصه انها تبقى حاسمه؟ اكيد الموضوع ده هيبقى اقل تدريجيا بسبب تصريحات الشيخ عبد الله ال ثاني الملك نادي مالاجا، ان هو يعني وصف حتى الصحفيين في كاتالونيا بان هم حساله، كان كاتب على الاكونت بتاعه على تويتر، فاللي هو كان كاتب حسالي كاتالونيا لن يشموا رائحه بطوله الدوري. مما الموضوع ده التصريح ده عمل مشاكل كتيره جدا وسائل تكهنات ان ممكن يكون في تواطؤ او حاجه زي كده. لكن طبعا احنا ممكن نتكلم عن ريال مدريد والمباراه، ناخد من تصريحات زيدان النهارده ان هو اتكلم ان هم صحيح هو وصل المرحله الاخيره، ووصل المرحله الاخيره في دوري الابطال، لكنه لسه لم يحقق الفريق اي شيء، لازم يحسم البطولتين، لازم يكلل مجهود الموسم كله. زيدان فكر لعيبته باول محاضره اتكلم معاهم فيها في اول يوم ليه ان هم مجموعه واحده، فريق واحد. ده كان واضح جدا تاثيره معاه ان هم حسموا له البطوله بفضل حتى البدلاء كانوا بيشاركوا، يعني هو قال ان البدلاء ما كانوش يفرقوا حاجه عن الاساسيين، كانوا بيحسموا المباريات في بطوله الدوري كتير. حتى كان طريقه لعب الفريق البديل مختلفه تماما، يعني كان بيلعب 4-2-3-1 غير الفريق الاساسي اللي هو كان بيلعب 4-3-3، ومع ذلك ما كانش فيه اي خلل. اللعيبه كانت حتى البديل يعني مش حاسس بفرق، مش ما فيش تخاذل، لا كله مجموعه واحده، كله عايز يدي ال 100% بتاعته، كله حلمه ان الفريق ياخد البطوله، مش انا لعبت او انا ما لعبتش. فهو ده اللي زيدان مركز عليه اليوم ده النهارده واكد عليه في المؤتمر الصحفي. طيب احمد، شايف زين الدين زيدان عنده فاينل تشامبيونز ليج، اقوى بطوله على وجه الارض، البطوله حتى اقوى من كاس العالم دلوقتي، واستعدادات خاصه لهذه البطوله. ولكن على الجانب الاخر، انا نادي الريال الاكثر حصولا على الدوري، وخساره ريال مدريد للدوري بتبقى ممكن تطيح بمدربين. شايف التوازن يقدر يعمله ازاي زين الدين زيدان، خاصه في اذان اللعيبه؟ يعني ازاي يقدر يخلي اللعيبه ما تفكرش في لقاء تشامبيونز ليج، تفكر في حسم الدوري؟ هو اتكلم على ده بالفعل في المؤتمر الصحفي، والمح ان بطوله الدوري بالنسبه له ربما تكون اهم كمان من تشامبيونز ليج. وده على فكره على ارض الواقع، رغم ان تشامبيونز ليج هي البطوله الاقوى، لكن احباط خساره الليجا بالنسبه لريال مدريد هيبقى اكبر بكتير جدا من احباط خساره تشامبيونز ليج. وزي ما اتكلم محمود، هو ركز قوي على حته الكتله الواحده للفريق، وده ترجمه عمليا بانه ضم كل اللاعبين في قائمه مباراه بكره، حتى المصابين اللي مش هيلعبوا، اخذ جاريس بيل واخذ كارباخال، اخذ اللعيبه المصابين اللي مش هيلعبوا علشان يحسس الفريق ان هم فعلا كلهم كتله واحده، وانهم بكره رايحين لهدف واحد ملو يعني ما فيش اي. شايف برضو ان خساره الريال الموسم الماضي امام برشلونه في الدوري، والخساره في الموسم اللي بيسبقه الاتليتيكو مدريد هو اللي خد الدوري، ف
البعد الريال عن الدوري برضه حاطط ضغوط طبعا، وعشان كده قلت لك ان هو احباط خساره الليج هيكون اكبر من احباط خساره الشامبيونز ليج. ان هو بقاله 5 سنين ما كسبش الليجا، كان محطوط تحت ضغط كبير جدا ان برشلونه متفوق وبوضوح عليه محليا في حقبه جوارديولا وفيلانوفا وايضا حتى مع لويس انريكي، انه حتى لما قدر يتفوق قاريا ولما قدر يكسب الشامبيونز ليج مرتين برضه ما قدرش يعوض التراجع المحلي مع اكثر من مدير فني. فنقطه ان هو يستعيد ثقته ويستعيد هيبته محليا مهمه جدا بالنسبه له طبعا. طيب محمود، الريال وتدوير ونجوم شباب ونجوم كبار وتغيير في طرق اللعب، في ماتشات بنلاقي الريال مدريد بيلعب 4-4-2 وفي ماتشات تلاقي تلعب 4-3-3 وماتشات بيلعب 4-2-3-1 عنده أريحية ومدير فني ما تقدرش تتوقع هو هيلعب ازاي. فشايف ان كل العوامل دي من نجاح زيدان هذا الموسم؟ بالتاكيد، وهو طبعا اكد برضو على كده في المؤتمر، يعني قال احنا عارفين قوه الخصم وكل حاجه، لكن احنا هنلعب بطريقتنا، احنا هنلعب على نقاط قوتنا، احنا هنفرض كلمتنا في المباراه وهنلعب بطريقتنا وهنكسب، يعني لازم نحسم البطوله النهارده. اكيد طبعا في مرونه مع زيدان، يعني بنشوف 4-4-2، بنشوف سينسيو جناح والناحيه الثانيه فاسكيز او ايسكو، وبنشوف اوقات ايسكو يعملها 4-4-2 دايموند، واللي هو ايسكو بيبقى في قلب الملعب مش فاتح الملعب. بنشوف 4-3-3 بالثنائيه العظيمه المودريتش وكروس، يعني الاثنين بصراحه هم اهم اثنين في موسم ريال مدريد الموسم ده، هما الاثنين يعني بيقدموا مستوى فوق الرائع. الاثنين يعتبر هم المتحكمين في كل شيء في رتم الفريق، حتى في الحاله الدفاعيه في الحاله الهجوميه، هم اللي بيحولوا الفريق للحالتين، هم اللي بيقدروا يسيطروا على رتم المباراه. هم الاثنين دول هم مفتاح الفوز في كل مباراه. شايف صفقه توني كروس مهمه بالنسبه لريال مدريد جدا، وكانت يعني كان القيمه الماليه كانت 25 مليون يعني كان. والناحيه الثانيه حتى جراديولا لم يوافق على بيع توني كروس الا لما جاله الونزو اللي بيعتزل هذا الموسم، لازم يدي له حقه لان الونزو ده من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره يمكن كلها، مش بس في طبعاً تاريخ ريال مدريد او المنتخب الاسباني. شايف ان ده كان برضو بالانس بالنسبه للاثنين؟ هو كان بالانس، بس كان برضو يعني كروس ضغط على الاداره ان هو كان فاضل في عقده موسم واحد وما كانش موافق على التجديد، فكان الموسم اللي بعده هيمشي فري، فكان لازم يوافقه. طبعا فكره استخدام الونسو كانت مهمه جدا لطريقه لعب واسلوب جوارديولا، حتى ان الونسو يعني اسباني ويشبه جوارديولا، يعني مورينيو قال ان الونسو هو بيفكرني بجوارديولا في الملعب وانا مساعد فان خال في برشلونه، يعني هو مدرب في الملعب مش مجرد لاعب، لا هو بيدي تعليمات لزمايله، مدرب فعلا في الملعب. هو يعني الونسو قيمته فريق، تحس ان في فريق صحيح بيتحكم في خط الوسط، ويمكن اقرب لعيب مصري ليه كان يعني احمد بينادي بيه على طول هو حسام غالي، هو اقرب واحد ليه زابي الونزو في طريقه ان ازاي بيقدر يتحكم في رتم اللقاء. وايضا توني كروس عنده نفس القصه، يعني تحس برضه ان توني كروس قادر على التحكم في الايقاع، باسنج سكيلز او يعني ممرر على بمنتهى الروعه. قليل قوي ما تلاقي توني كروس بيعمل ميس باس، وبعدين في كل الاحوال بارد، يعني برود في بعض الاوقات. هو زي ما كابتن ميمي الشربيني وصف كده، هو اصحاب الكرافتات الشيك، الكرافتات الشيك هو بيلعب كده، ورغم ان هو صلب في اداءه لكن هو شيك، وبيعمل تاكلينج والتحامات قويه وجسمه حتى قوي، قوه بدنيه والماني كلها ارتو يعني كلها كده التسديده الغريبه بتاعته بتبقى مقوسه داخل المره. طبعا ارتو اللي بيلعب بلاي ستيشن فهمه هي مسجله باسمه فعلا. فانت شايف ان دول من اهم نقاط الريال جدا. طب هرجع للطفره، الكائن الغير طبيعي. طبعا انا اول ما قلت كده انت عرفت انا قصدي على مين، اللي دايما بنتكلم عليه، ولما فاق الريال بقى في حته ثانيه، صعب جدا ان هو يتمسك، دايما بيدي الحلول في الوقت الصعب، بيبقى شايل فرقته، شخصيه، قائد، كاريزما، في كل حاجه كريستيانو رونالدو. شايف ان ده اكبر نقاط قوه الريال؟ طبعا طبعا اكبر نقاط قوه الريال. وكريستيانو رونالدو لما فاق هو اللي شال ريال مدريد في الشامبيونز ليج، وهو اللي شال ريال مدريد في الليجا، حتى في الاوقات الصعبه والاوقات الحاسمه من عمر الموسم كان كريستيانو رونالدو. ماتش اسبيليا اللي فات الجون الثاني بعد التعادل كان كارثه، والتسديده اللي لعبها في زاويه غير طبيعيه وبتركيز غير طبيعي. حتى زيدان في مؤتمر صاحبي، رغم ان زيدان بقيمته، يعني زيدان ده زيدان يعني هو جايب حاجات زي كده اصلا، لكن في وسط المؤتمر الصحفي
اتكلم على اللعبه دي بالتحديد وقال ان هو منبهر بالطريقه اللي سدد بيها كريستيانو رونالدو، فدي توضح قيمه رونالدو مش بس لانه مدربه لكن لانه لعيب زيدان لعيب له تاريخ كبير جدا لما يشيد بلعبه على وجه التحديد. فلا طبعا كريستيانو رونالدو كشخصيه كمهاره كقوه في ارض الملعب كمثابره حتى، يعني رونالدو من عنده ميزه كبيره جدا ان هو ما بيملش وما بيزهقش ولغايه اخر ثانيه بيلعب بنفس الباور وبنفس الطاقه. فانا اعتقد طبعا يعني هسألك سؤال مهم جدا، كريستيانو رونالدو من اللعيبه الموهوبه واللعيبه الموهوبه كتير، لكن هل شخصيه كريستيانو رونالدو هي من تصنع الفرق؟ طبعا طبعا، رونالدو اروع فترات في مسيرته كانت الفترات اللي بتعقب احباطات، فلما كان في موسم مثلا يبقى قريب من بالون دور ويكسب ميسي بالون دور الكره الذهبيه، نعم الكل الكره الذهبيه الكل كان بيعتقد ان ده هيحبط رونالدو، ده هيقلل من رونالدو، بنلاقيه الموسم اللي بعده بيعمل اداء غير طبيعي، مركز ان هو يستعيد الشيء اللي فقده، مركز ان هو يعني اعتقد لو ريال مدريد كسب الشامبيونز ليج الموسم ده انا شايف ان رونالدو هيكون له افضليه كبيره جدا على ميسي على الناحيه الكره الذهبيه. لا مش بس الكرة الذهبية، في المسيرة كمان، لأن ميسي لعب مع أجيال غير طبيعية. ميسي لعب مع واحد من أفضل أجيال كرة القدم في تاريخها وهو جيل اللعب مع جوارديولا. الجيل اللعب مع ريكي تقصد جافي انيستا بوسكيتس ياتوري صامويل ايتو يعني نجوم حتى ديفيد ديا ابراهيموفيتش نجوم يعني طويل بيكي. في رأيي الشخصي ان هذا الجيل هو أفضل جيل بالتأكيد في تاريخ كرة القدم. ده في رأيي أنا المتواضع يعني. حتى لما الجيل ده اعتزل منه عناصر مهمه جدا لكن جه معاه ثنائي هجومي غير طبيعي، والبعض برضه بيصنفه ان هو يعني اقوى تريو في تاريخ كره القدم، ميسي ونيمار ولويس سواريز العفاريت هم العفاريت. فرغم انا مش بميل قوي لحته مقارنه ميسي ورونالدو، بس انا بقول الكلام ده ليه؟ لان رونالدو ما كانش عنده الرفاهيه دي. رونالدو بيلعب جنبه جاريث بيل وبنزيما، مش زي خلينا نكون صراحة خالص، مش زي نيمار خالص. نيمار ده في حته ثانيه. فلما نتكلم على الاسماء هنا والاسماء هنا ونشوف رونالدو لو ريال مدريد كسب الشامبيونز ليج السنه دي يبقى رونالدو كسب اربع مرات وميسي اربع مرات، منهم مره مع مانشستر يونايتد وثلاث مرات مع ريال مدريد. فلا انا شايف ان رونالدو له بصمه كبيره جدا جدا، وبدور رونالدو اعتقد الجيل ده من ريال مدريد كان وضعه هيبقى اقل كتير جدا جدا، وكانت هتبقى فتره يمكن من الفترات السوداء في تاريخ ريال مدريد لولا رونالدو. يعني ال 96 مليون يورو كانوا في محلهم؟ ال 92 طبعا كانوا في محلهم جدا جدا، كانوا في محلهم جداً في كريستيانو واقل كمان، عكس 100 مليون يورو دفعت في حد تاني وما يعني في جاريث بيل، والنادي دلوقتي هو بيفكر يبيعه يعني، فده يوضح الفارق. طيب محمود، الريال يكسب يتعادل يفوز بالايه؟ الموضوع ده ممكن يدي ضغط على فريق ريال مدريد ولا ممكن يكون يديهم أريحية ففجأة يتفاجئوا من قوة ملقا وتحدث مش هقول معجزة، هي بتحدث في كرة القدم. صحيح. المواجهات المباشرة، برشلونة فاز على الريال في سانتياغو برنابيجو تعادل في المباراة الأولانية. طيب احنا معنا اتصال الزميل أمير هشام من البعثة في الكاميرون. أمير مساء الخير. زميلنا أمير. السلام عليكم ومساء النور على كل مستمعين قناة الأهلي. أهلا بك أمير، عايزك توصف لي حالة البعثة وإيه آخر أخبار عندك. خليني أقول لك بعد رحلة حوالي استمرت حوالي ساعات الفريق لمدينة ذروة ومنذ لحظات الأجواء بالنسبة للفريق ماشية بشكل جيد جدا، اللاعبين في حالة جيدة. واضح الملامح الجديه على وجوه اللاعبين طبعا قبل مباراه طبعا الخط التمرين يوم الثلاثاء القادم، كل الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه لجلسه فريق النادي الاهلي. خليني اقول لك الاجواء هنا في ذروه يمكن درجه الحراره حوالي 34 درجه مئويه، الرطوبه عاليه جدا، جو حر بطريقه كبيره، ده اعتقد هيكون عنصر سلبي بالنسبه للاعبين النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يوصل مبكرا لذروه عشان يتعود على الاجواء هنا عشان يقدر ان شاء الله يؤدي مباراه جيده، مباراه كبيره امام فريق الاوت التمروني ويقدر يحسب الثلاث نقاط ان شاء الله. طيب شايف ملامح ثقه، ملامح امل، طموح، انطباعك ايه وانت بترافق بعث النادي الاهلي في الطائره يا زميلنا امير؟ خليني اقول لك ان في تفاؤل بشكل كبير بالنسبه للاعبين النادي الاهلي، عندهم حاجز كبير جدا ان هم يقدروا يفوزوا في المباراه، مش بس ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، لا ان شاء الله نحقق نتيجه الفوز ونقدر نفوز بثلاث نقاط، في تفاؤل واضح كده بين اللاعبين.
ايضا في تركيز شديد وموجود على كل اللاعبين، سواء اللاعبين او الجهاز الفني طبعا من صاحب الفريق سواء كابتن حسن البدري، كابتن احمد ايوب وجميع لاعبي النادي الاهلي، كله مركز ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعدي هذه العقبه، خصوصا بعد البدايه الغير موفقه امام فريق بناته وفي الاسكندريه والانتهاء في المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف. بالتالي النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا على هذه المباراه، وانه يقدر ان شاء الله يفوز بثلاث نقاط هتكون مهمه، وهي المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين هي عنق السداد بالنسبه للفريق، ليقدر من خلالها يتخطى المرحله السابقه اللي ما كانش فيها توفيق بشكل كبير جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، سواء في التعادل في المباراه امام فريق زناكو في دوري ابطال افريقيا والجوله الاولى، او التعادل الاخير امام فريق الشرقيه في بطوله الدوري الممتاز. هي عقبه بالنسبه للنادي الاهلي فريق الاوروبي الكاميروني، خاصه ان الاجواء هنا في الكاميرون غير مساعده تماما بالنسبه للفريق، اجواء صعبه شويه، درجه الحراره، الاقامه، الملعب اكيد احنا عارفين ان النادي الاهلي لعب في جاره هنا ثلاث مرات تقريبا، بالتالي كل حاجه معروفه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في تركيز شديد ان شاء الله من النادي الاهلي يعدي هذه العقبه وتكون بدايه جديده للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا من خلالها ان هو يسير في البطوله بشكل جيد نحو الفوز بهذه البطوله بعد غياب لمده 4 سنين. طيب امير، النادي الاهلي هيبتدي استعداداته غدا، هيبتدي التدريبات غدا؟ ان شاء الله بكره هيكون في تدريب بالنسبه للنادي الاهلي الساعه 4، وهو نفس الميعاد اللي هيكون فيه ميعاد المباراه، وايضا بعد ذلك هيكون في تدريب بكره، التدريب هيكون في ملعب قريب من فندق الاقامه، بعد غد ان شاء الله هيكون التدريب الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي اللي هيكون على الملعب اللي هيكون عليه المباراه، هيكون في نفس التوقيت ايضا المباراه الساعه 4. ده بجانب الفريق ان شاء الله حتى موعد المباراه، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه امام فريق الاوروبي. طيب امير، عايز اسالك، استقبال النادي الاهلي هل كان في اهتمام صحفي، اهتمام اعلامي، هل كان في وفد من السفاره المصريه في الكاميرون؟ خليني اقول لك ان ما كانش في وفد اعلامي موجود من الكاميرون، خصوصا ان احنا في ذروه مش العاصمه، هي يعني مش شاونج بالنسبه للكاميرون، بالتالي مفيش اهتمام اعلامي قوي، عباره عن قريه صغيره ما فيهاش عدد سكان كبير، ايضا كان في مندوب فقط من السفاره هو اللي استقبل بعثه النادي الاهلي، وحتى الاجراءات خلصت سريعا بالنسبه للفريق واتحرك خلاص طريقه لفندق الاطفاء. زميلنا امير هشام نشكرك شكرا جزيلا، تقرير وافي عن اخر احوال بعثه النادي الاهلي عقب وصولها الى الكاميرون، والخص مع حضراتكم اهم ملامح تصريحات زميلنا امير، ان في حاله تفاؤل، كابتن حسام البدري متفائل جدا، حاسس باهميه اللقاء، البعثه كانت بفتره الطيران يعني مرت بسلام، استقبال كان من مندوب السفاره، وكويس ان لم يكن هناك اهتمام اعلامي كبير او استقبال اعلامي كبير لبعثه النادي الاهلي، لان بالتاكيد الصحفيين بيبقى ليهم بعض الاسئله اللي ممكن تكون بالنسبه للكابتن حسام البدري مش مناسبه، ممكن يسالوه او مستفزه، الى جانب طبعا في النادي الاهلي سافر بدري عشان يتعود، لان في حاله حر كبيره جدا، درجه الحراره 34 في رطوبه، فان شاء الله كابتن حسام البدري يبتدي تدريباته الغد الساعه 4 على ملعب قريب من فندق الاقامه، ثم سينتقل الى التدريب الى ملعب اللقاء، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذا اللقاء المهم. هرجع من الكاميرون من مدينه جروه الى اسبانيا الى الدوري الاسباني، اللقاء الفاصل امام ريال مدريد ومالاجا، وكنا بنتحدث الريال يفوز يتعادل يفوز بالليجا، المواجهات المباشره في مسرحه برشلونه، اعتقد هيواجه ايبار، هتبقى الناحية التانية مشتعلة، يعني لازم الريال يفوز يتعادل. أكيد زيدان هو حاطط قدامه هدف واحد هو الفوز، مش هيحط قدام لعيبته إن هم لا إحنا نلعب على الفوز أو التعادل، لا. ريال مدريد فريق كبير، فريق كبير لازم يلعب على الفوز بس، ما أعتقدش إن هو يبقى عنده أي يعني نسبة ولو 1% إن هو يكون بيتكلم مع لعيبته على تعادل، لا خالص، هو هيشتغل على الفوز، حتى أنت لو لعبت على التعادل ممكن تستقبل أهداف وممكن تخسر المباراة. فلا انت لازم تشتغل على ان انت تكسب المباراه وتضمن انت بنفسك وتخلص البطوله والموسم باقدامك انت. كنت عايز بس اضيف حاجه على ميسي ورونالدو الموسم ده. ميسي صحيح ميسي فعلا لعب مع الجيل الذهبي لبرشلونه وكده، بس ميسي الموسم ده مقدم موسم هايل جدا، مظلوم ان فرقه برشلونه في كيرف قليل جدا. هي برضو خلينا ندي فرقه برشلونه هذا الموسم في تغيير
كبير في اللعيبه، في مدير فني بينتهي حقبته، في تبديل في العديد من المراكز، ما جاش لسه اللعيبه اللي على نفس مستوى من يسبقهم، لان ده صعب بالزبط. ان انت تجيب لعيب، ولان مش اي لعيب بيلعب في برشلونه، يعني اللعيب اللي بيلعب في برشلونه لازم يكون له مواصفات خاصه، لازم يكون لعيب كوره، لعيب كوره معنى كلمه لعيب كوره مش لعيب كوره نص كم، لا لازم يكون لعيب قوي، لان اللي بيسبقه في المكان ده هيبقى اسطوره، فعشان يجي ويؤدي ويتعود على اسلوب اللعب ان انا بلعب استحواذ، بلعب باص، بلعب هجومي، بتبقى بتاخد فتره، فممكن ده كل ده تبقى عوامل، وهو الراجل برده له حظوظ حتى النهايه. صحيح، هو فعلا يعني ميسي الموسم ده مسجل 35 هدف، ميسي اهدافه اغلبها كانت حاسمه لنقاط، حسمت نقاط لبرشلونه في الليجا، فميسي لا ميسي الموسم ده يستاهل برده، ما نقدرش نقول ان هو عشان كان في الجيل الذهبي بس، لا ميسي لازم ياخد حقه الموسم ده، كان الفريق لكن ده اللي احنا قلناه، حتى احنا قلنا ان ابقى المنافسه لغايه اللحظه اللي بنتكلم في دي هو ميسي. هي طب انا عايز اسالك سؤال مهم جدا، دايما الفريق اللي عنده اوبشنين بيبقى عنده اريحيه وبتتقلب عليه يعني المواضيع، الريال يكسب يتعادل يفوز بالليجا، برشلونه عنده فوز فقط، فالكره عودتنا ان الفرقه اللي عندها حل واحد بتموت نفسيه، الفرقه اللي عندها حلتين يعني حلين الى حد ما بيبقى فيه تخاذل، هل ده ممكن يحدث؟ زي ما قال محمود، ده اللي ركز عليه قوي زيدان، وركز قوي وقال للاعيبته ان هو بيلعب على هدف الفوز فقط، انسوا خالص ان التعادل هيديكوا البطوله، لان لو لعب على التعادل وارد جدا ان هو يخسر. في طبعا برضه عشان نكون واقعيين في فارق كبير جدا في مستوى المنافسين، ايبار برشلونه بيلعب على ارضه وسط جمهوره مع ايبار، منافسه طبعا في الكوره ما فيش شيء محسوم، لكن على الورق وبالمنطق هي منافسه سهله جدا لبرشلونه، لكن اللعب على مالاجا في وسط ملعبه، زي ما قلنا مالاجا كسب برشلونه 2-0 وكسب سيفيا 4-2، وبيعرف يلعب مع الفرق الكبيره، وعنده حارس مرمى مميز جدا ادريس كارلوس كاميني، وعنده عناصر مميزه جدا، وخاصه امام فرق الشمال بتبقى المواجهه ليها ابعاد كبيره جدا بالزبط. جدا جدا، بغض النظر يعني برضو تصريحات الشيخ مالك النادي مالاجا، ولكن الاسبان الاولاد البلد خاصه اللي هم عايشين في الجنوب بيبقى عندهم الى حد ما ابعاد كبيره جدا، لان هم حاسين ان يعني زي ما فرقه من الجنوب مثلا، هقول لك على سبيل المثال نابولي بتلعب اليوفي، بتبقى الوضع هو نفس الشيء بالنسبه لمالاجا حينما يواجه المدريد. صحيح، والاعلام الكتالوني لعب بشكل ذكي جدا وكويس جدا على النقطه بتاعه تصريحات مالك مالاجا، وحطوا حتى المدير الفني تحت ضغط ميتشيل ان هو لعب قبل كده في ريال مدريد، وان هو ممكن يتساهل، يعني هو الراجل النهارده قاعد من امبارح بيدافع عن نفسه، فهو حطوه تحت ضغط كبير جدا ان هو هيحاول. انا عايز اقول لك ان انا كمان نفسي محطوط تحت ضغط كبير جدا، ان كل طاقم الاعداد مدريدي، فانا محطوط تحت ضغط عشان ابقى محايد واقول ان برشلونه عنده لسه بعض الحظوظ، مش قادر يعني الضغط ايه غير طبيعي عليا، ربنا يستر علينا. طيب شايف برشلونه قادر على تحقيق الفوز امام ايبار، ايبار فريق يعني ما هوش بالمستوى القوي هذا الموسم، ولكن هو استطاع البقاء، يعني خلينا برضو نقول الفرق اللي بقيت في الدوري الاسباني، عدا اوساسونا، عدا سبورتنج خيخون، عدا جرانادا او غرناطة اللي دول هبطوا من الدوري الدرجه الثانيه، الفرق اللي تأهلت للتشامبيونز ليج طبعا الريال، برشلونه الاول والثاني، اتلتيكو مدريد موسم الى حد ما مخيب لامال الاتلتيكو، خرج من المنافسه مبكرا، وايضا فريق اشبيليه او سيبيا تأهل مباشره لدوري ابطال اوروبا، واشبيليه ده كان مسيطر على بطوله اليوروبا ليج، كانت باسمه يعني، كان بيروح ياخدها ويشارك في دوري ابطال اوروبا. هل شايف ايبار ممكن تحقق مفاجاه وتتعادل مع البارسا؟ ولو اتكلمنا منطقيا وبالكوره وكل شيء وارد وكده، لكن اعتقد برشلونه 4-5 يعني هيكسب 4-5 عادي، صعب ايبار يتعادل، حتى مش نقول اللي يكسب، لا صعب يتعادل، حتى برشلونه هيعمل ماتش كبير وهيكسبه سكور، هي الازمه كلها تبقى في مباراه ريال مدريد وملقا. طيب انت شايف المتابعه هتبقى اكبر لماتش ريال وملقا؟ اكيد طبعا، مباراه ريال وملقا كل متابعه، كل العيون هتبقى على ريال مدريد وملقا، هي المباراه الحاسمه اصلا. طب ولو ملقا جابت جول مبكرا ماذا سيحدث في لقاء ايبار؟ لو ملقا جابت جول مبكرا في الريال طبعا هيزيد من حماس لاعبي برشلونه جدا، لكن زي ما قال محمود هي المواجهه اوريدي هتبقى في صالح برشلونه، بغض النظر عن حسابات المواجهه الثانيه، هو هيكسب باكبر قدر، وكمان المواجهه دي هيبقى فيها يعني تحدي خاص لميسي، تحدي فردي شويه، ان ده اول موسم من 8 سنوات ما يجيبش ولا هاتريك، من موسم 2008 2009 اول مره ميسي طوال الليجا ما يسجلش ولا هاتريك، رغم انه ما خدش ولا كوره،
ما خدش ولا كوره لان هو كريستيانو عندهم محل كور يعني انت عارف اللي بيجيب يعني مهورنا اللي بيجيب ثلاث اجوان بياخد كره المباراه فانت لو دخلت بيت منزل منزل كريستيانو ومنزل ميسي هتلاقيهم محل كور بس فهو ممكن حتى لو خسر ال ال ال, 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 ال الفوز الجماعي وهو الاهم التتويج الجماعي على الاقل ان هو يحافظ على بقى سجلاته وتميزه في الارقام الفرديه ويحقق اتريك النهارده عشان يستمر التاسع. طيب عايز قبل الختام سريعا كده اروح لانجلترا سريعا لان الدوري الانجليزي حسم لتشيلسي ولكن الصراع طبعا على التاهل لدوري ابطال اوروبا توتنهام كمان خلاص يعني تاهل مباشره ولكن عندنا مانشستر سيتي وعندنا ليفربول والارسنال ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد عنده بوابه عبر ايكس امستردام في اليوروبا ليج وهتبقى صعبه جدا في ستوكهولم في السويد ولكن الصراع المركز الثالث والرابع ما بين السيتي وليفربول وارسنال السيتي 75 ليفربول 73 وفريق الارسنال 72 وبكره ممكن تكون اخر جوله وهي اللي هتحدد من سيتوجه مباشره للتشامبيونز ليج. شايف مين اقرب انه يتاهل للتشامبيونز ليج؟ هو صراع مزدوج، صراع التاهل بشكل اساسي وصراع المركز الثالث اللي هو بيأهل بشكل مباشر لدور المجموعات عشان ما تحتاجش انك تخوض مباراه في التصفيات مواجهه رايح جاي، اولا هتضغط لك بدايه الموسم وثانيا مش مضمونه ربما تطيح بيك من البطوله، فاعتقد مانشستر سيتي او جوارديولا مركز بشكل كبير جدا مش بس انه يتاهل لكن هو يسيطر على المركز الثالث ويضمن التاهل المباشر، هيلعب مع واتفورد خارج ملعبه، اعتقد ان هو بنسبه كبيره مانشستر سيتي هيكون اول المتاهلين. ليفربول فرصه كبيره جدا انه بيلعب ميدلزبرا وفريق هابط وفريق اقل منه لكن فصول ليفربول البايخه مع الفرق الصغيره مخليها جماهيره قلقانه جدا. ليفربول بيعمل نتائج عظيمه مع الكبار لكن قدام الفرق الصغيره دايما بيتعثر وده اللي مخلي جماهيره ايديها على قلبها لغايه بكره. طيب محمود شايف الصراع على التاهل للتشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا في انجلترا ماشي ازاي؟ لا موقف ارسنال هيبقى صعب جدا، ايفرتون فريق تقيل فريق رخم زي ما بنقول كده، صعب يحقق عليه نتيجه ايجابيه، اعتقد كمان ممكن يخسر بسهوله يعني اعتقد ان شاء الله عشان انا بشجع كمان ليفربول فان شاء الله ليفربول يسا. انت بتشجع بس انا عايز الارسنال الصراحه عشان محمد النني. اه انا بشجع الصراحه اي فرقه فيها لعيب مصري، يعني انا زعلت ان الصراحه هال سيتي لان هال سيتي برضو من الفرق اللي ليها طبع مصري سواء فمن يملكه ومن يلعب بيه طبعا انه كان بوابه المصريين والمحمدي ان شاء الله المحمدي يجي له عرض كويس. انت شايف ان ارسنال هي مواجهه ايفرتون صعبه جدا، كومان مدرب رخم صعب ارسنال يحقق عليه نتيجه ايجابيه، فرقه قويه جدا وضغط وهيعملوا عليهم. انت شايف ان ليفربول والسيتي، السيتي كده كده صعب. ليفربول والسيتي. طيب انا في نهايه الحوار، الحوار كان ممتع الصراحه، بشكر ضيفي العزيزين ضيفي الاستاذ احمد فاروق الناقد الرياضي بمقهى سوبر كوره، نورتنا النهارده. انا سعيد اني تواجدت معاك وشكرا جزيلا ليك. ايضا الناقد الرياضي ومحلل الاداء في موقع في الجول الاستاذ محمود سليم، نورتنا النهارده. انا سعيد ان كنت مع حضرتك ومع احمد. شكرا. الدوري في اسبانيا لم يحسم ولكن الدوري في مصر يقترب اكثر من نادي القرن، دايما خليكم معنا في استاد الاهلي ما تروحوش بعيد والاهلي حديد.